ولنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر سكايب من لبنان، من مدينة طرابلس اللبنانية، الكاتب والصحفي اللبناني علي شندب. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا بكم. جاء لبنان في المركز الثاني عالميا من حيث معدلات التضخم الأعلى في العالم. ما مدى إمكانية تبني مشروع اقتصادي لانتشال لبنان من الصراع السياسي الحالي؟ شكرا لك في لبنان. كما نعلم جميعا مشابهة الوضع في العراق، هناك أزمة اقتصادية ناتجة عن أزمة سياسية ناتجة عن فساد يشكل العمود الفقري للمنظومة السياسية الحاكمة في البلاد. عملية إنتاج خطة اقتصادية إنقاذية تتخبط في لبنان. المبادرة الفرنسية كما طرحها ماكرون في لبنان هي مبادرة تقريبا أجهضت وفشلت، لم تجد من يحتضنها في لبنان من قبل الساسة اللبنانيين بسبب المحاصصة التي يعتمدونها. لذلك الأمر هو أمر سياسي بسبب تغول سياسات إقليمية مثل إيران، وأيضا الآن بات الوضع تحت الميكروسكوبات الدولية وخصوصا الأمريكية والغربية وأيضا الإسرائيلية، وهذا الأمر أنهك الواقع اللبناني بشكل كبير جدا، والأمور مرشحة إلى مزيد من الانهيارات في المستوى الاقتصادي والمالي. وما تكلم عن التقرير بخصوص موضوع الهجرات باتجاه أفريقيا أيضا باتجاه أوروبا وعبر تركيا، واليوم هناك تصريح لافت لقنصل لبنان في تركيا تحدث عن مافيات تقوم بتقديم وعود لمن يرغب في الهجرة إلى أوروبا عبر تركيا، والناس الآن موجودين على الحدود التركية، على الحدود التركية البلغارية وأيضا باتجاه اليونان. يعني هناك مأساة دخلت مافيات التجارة بالنسبة للهجرة، الوضع الاقتصادي مأزوم، الوضع السياسي مأزوم، الوضع الإقليمي في المنطقة مأزوم، وبالتالي اللبنانيون يجدون أنفسهم ضحايا سياسات لا علاقة لهم بها في الإقليم، في العراق، في أن يكونوا جزءا من محور إيراني أو غيرها. اللبنانيون لم يقرروا هذه السياسة التي زجهم بها مع الأسف حزب حسن نصر الله. نعم، في هذا السياق بالحديث عن هذه الأطراف الدولية وفي ظل تدهور الأوضاع المعيشية، ما مدى التزام الدول المتعهدة بدعم لبنان خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت؟ ما مدى التزامها بوعودها لرفع هذه المعاناة عن الشعب اللبناني؟ الدول تقول بأنها ملتزمة، لكن الدول اشترطت لتقديم التزاماتها أن تقوم الحكومة، تشكل حكومة في لبنان بمعايير مستقلة عن الأحزاب والقوى السياسية، وهذا أمر فشل فيه ماكرون فشلا سريعا، إذ أنه رضخ لمطالب الثنائي الشيعي حركة أمل وحزب الله، وأقر بأن تكون مثلا وزارة المالية من حصة الطائفة الشيعية الكريمة، لكن هذا الأمر ينفي عن الحكومة صفة الاستقلالية، ولأنه يطوب وزارة بعينها. بمعنى آخر أن المجتمع الدولي الأوروبي تحديدا وعلى وجه الخصوص فرنسا انخرطت في اللعبة التخادمية مع حزب الله على أساس تنقذ ماء وجهها في مبادرة، لكن رئيسها صعق وقال لقد تعرضت لخيانة جماعية في لبنان بالحرف الواحد. هذا كقول مأثور ومشهور لماكرون منذ نحو شهرين ومدد المهلة. أمريكيا الأمريكيون يضعون فيتو على أي حكومة تضم في صفوفها حزب الله، يعني هناك مشكلة كبيرة. يستحيل تشكيل حكومة بدون حزب الله، لأنه الطرف القوي، هو النظام وهو الدولة وهو القوة المسلحة الرديفة للقوة الرسمية، وأيضا الأمريكي يقول لن نسمح به أن يكون هناك في الحكومة ممثلين لحزب الله سواء علنا أو ممولين. وأمام هذه المعضلة يتخبط الواقع اللبناني. الدولار يرتفع سعره والأسعار تتطاير، ومعيشة الناس
باتت تلامس ما فوق الخط الأحمر. هناك كارثة اجتماعية حقيقية وخطيرة، وهناك خشية حقيقية من انفجار اجتماعي ينبئ بثورة الجوع والجياع. وكل هذه العوامل أدت كما أشرت في البداية إلى الهجرة، هجرة الكثير من الكفاءات اللبنانية. كيف يمكن أن تنعكس على واقع لبنان ومستقبله؟ شاهدنا هجرة الكثير من الأطباء على سبيل المثال. هناك علاقة قديمة بين لبنان والهجرة، لكن ظروف الهجرة الحالية مختلفة عن الهجرات السابقة. أن يحصل المرء عقد عمل شيء، وأن تنظم قوافل جماعية للناس تركب القوارب غير المجهزة للسفر، قوارب المهربين، وتعرض نفسها للمخاطر وتموت في البحر، أو أن تترك المستشفى أطباء وأدمغة وتذهب إلى بسبب ارتفاع أسعار العملة. البلد يقولون معرض للانهيار أو معرض للزوال، البلد هو منهار. نحن نمكيج الكلام ونجمله عندما نقول البلد معرض للانهيار. كلا، البلد منهار. لا يوجد شيء اسمه بالأمس المساجين في قصر بعبدة، قرب قصر بعبدة، في قصر عدل بعبدة القريب من القصر الجمهوري، المساجين على العموم هي بعبدة، يعني يهربون منها سواء رؤساء سواء مساجين. هربوا مساجين، نحو 70 سجين هربوا من السجن. ووزير الداخلية كان يقول في نفس اليوم أن الأمن ممسوك. الآن منذ لحظات وزير الداخلية محمد فهمي يقول 95% من القضاة فاسدين في لبنان. هذا وزير الداخلية يتكلم عن 95% من الفاسدين في الجسم القضائي في لبنان. فنحن دولة عمودها الفقري اسمه الفساد. الفساد السياسي والمالي والأمني والأخلاقي. في هذا السياق وهلم جرى. بالحديث عن الفساد، وعندما نصل المعذرة لضيق الوقت، فقط نقطة أخرى. وبعد كل هذه الأزمات، منذ حريق مرفأ بيروت والذي لم يكن الأزمة الوحيدة، بعد أزمة الدولار وغلاء المعيشة على المواطن اللبناني، أنشئ نظام مصرفي خاص بحزب الله، ونشرت أيضا ماكينات للصرافة. في ظل كل هذه الأزمات، كيف يمكن قراءة هذه الخطوة من قبل حزب الله وفي هذا التوقيت بالذات؟ العقوبات الأمريكية على بعض المصارف والوزراء وبعض رجال الأعمال والشركات هي من وجهة النظر الأمريكية بهدف الضغط على حزب الله وتجفيف تمويل حزب الله. حزب الله تبين بأن له اقتصاد موازي، وله شبكة اتصالات موازية، وله حركة اجتماعية موازية. قام بإنشاء كما تحدثت التقارير، قام بإنشاء شبكة لماكينات الصراف الآلي وتسحب بالدولار، وتسحب بالدولار الأمريكي، موجودة في الضاحية، موجودة في البقاع، وهناك نية لأن تشمل هذه الشبكة كل الأراضي اللبنانية. طبعا بدون شك هذا تحدي لما تحاول الولايات المتحدة أن تفرضه، وأيضا هو مخالف للنظام المصرفي اللبناني. وبالتالي نحن كان بعض يعني سياسة 14 آذار يقولون بأن لبنان حزب الله دويلة داخل الدولة. أنا أقول غير هذا، أنا أقول الدولة اللبنانية هي ضمن دويلة حزب الله. هذا ما يؤكده الواقع كل يوم. عندما يتمكن حزب الله من إنشاء شبكة مصرفية خاصة به بمعزل عن الدولة، وأن تنهار أجهزة الدولة، ماذا يعني هذا؟ شكرا يعني جزيلا أن لك حزب الكاتب الله والصحفي. رعى الفساد في لبنان إلى درجة جعله يتغول على الدولة، نعم. وأقام بنيته الخاصة به. شكرا جزيلا لكم الكاتب والصحفي اللبناني علي شندب، كنت معنا عبر سكايب من طرابلس.